أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها. المنقوش تصف مغادرة الوفد المصري لاجتماعات الجامعة العربية بالمخالف للمواثيق. حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس تتجاوز 40 قتيلا، والشركة العامة للكهرباء تستعين بشركة أمريكية لتحسين أداء الشبكة. وصفت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش انسحاب الوفد المصري من جلسة الجامعة العربية بأنه مخالف لميثاق جامعة الدول العربية ولقرارات مجلس الأمن. جاء موقف المنقوش بعد ساعات من مغادرة الوفد المصري الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب في دورته 158، تزامنا مع تولي المنقوش رئاسة المجلس لمدة 6 أشهر قادمة. قال عضو النقابة العامة للمتقاعدين إن جدول المرتبات الموحد في حال تنفيذه سيتضمن فئة المتقاعدين، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم 444 للعام 2021 وتقرير الأحكام الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي. كشفت وزارة الصحة في حكومة الوحدة ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي 26 و27 من أغسطس الماضي إلى 44 قتيلاً و159 جريحاً، وقالت إن عدد قتلى الاشتباكات ارتفع خلال هذا الأسبوع بعدما توفي عدد من الجرحى متأثرين بإصاباتهم. بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مع إحدى الشركات الأمريكية المختصة في مجال إنتاج الطاقة، بحث سبل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا، وتم الاستماع إلى عروض الشركة الأمريكية ومقترحاتها لوضع حلول لاستقرار شبكة الكهرباء في ليبيا ورفع قدرتها الإنتاجية. دخل فريق الأخضر معسكراً تدريبياً في مدينة بنغازي لرفع نسق التدريبات استعداداً لمواجهة الأهلي الخرطوم السوداني في ملعب بنينة الأحد المقبل ضمن ذهاب تمهيدي كأس الكونفدرالية الإفريقية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.